يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: مسلمي الجن أو مسلمو الجن هل يدخلون الجنة مع الناس أم لهم مكان آخر؟ والله ما لنا داعي ندخل في هذا، العلماء اختلفوا، هم يعذبون في النار ما في شك، لكن اختلفوا هل يدخلون الجنة أو لا يدخلونها، الله أعلم، ولا نتكلف الشيء هذا، أمرهم إلى الله. نعم انت الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.